لما توصل لبيع الأرض يبقى لأ يا رشيدة. ده حق يا فريد. ما قلناش حاجة. وأنا قلت إن أنا مستعد أعوضك. نقعد مع بعض ومع أولاد المرحوم صالح ونشوف إيه اللي ليك بشرع ربنا ونديهولك. أنا قعدت يا أخويا مع عبد الحميد ومحمود ولاد المرحوم، واللي فهمته منهم إن ظروفهم ما تسمحش، وعبد الحميد بالذات قال لأ. ياه، قعدتي معاهم؟ باين عليكي مستعجلة قوي يا رشيدة. مش موضوع مستعجلة، بس يا فريد اللي نقدر نعمله دلوقتي ليه نأجله لبعدين؟ عندك حق. خلاص ان شاء الله انا في اول فرصة هسافر لهم، او هطلبهم اخليهم هم ييجوا وهقعد معاهم واشوف هم مستعدين يدفعوا لحد كام، وانا هكمل الباقي. المهم ان الارض ما تخرجش من تحت ايدينا يا رشيدة. انا يا اخويا كنت عملت اعلان في الجورنال علشان اعلان اعلان كده يا رشيدة من غير ما تاخدي رأيي حتى؟ انا ما عملتش اعلان علشان ابيع، انا بس كنت عايزة اسعرها واقدر تمنها. يعني تخيل ان جالي فيها اسعار كتير اكتر من اللي تخيلتها. دي الجنينة بس يا فريد جابت لي اكتر من 1,000,000 جنيه. ياه. ويا ترى الاستاذ انتي قلتي لي اسمه ايه؟ اسمه نشأت يا اخويا. نشأت. نشأت. ويا ترى الاستاذ نشأت موافق انك تبيعي ارضك اللي ورثتيها عن المرحوم ابوكي علشان تخشي معاه شريكه بحصه في مشروعه؟ طمن يا فريد، هو رافض فكره بيع الارض دي من اساسه، اصلهم فلاحين يا اخويا مش شرقيه، يعني موضوع بيع الارض ده عندهم مشكله اكتر منه. طيب والله عال، يعني الراجل عارف ومقدر قيمة الأرض، ومع ذلك يا رشيدة أنت اللي مصرة تبيعي؟ أنا لو شايفة يا فريد إن في حل تاني غير إن أنا أبيع أرضي، أنا ما كنتش فكرت في البيع من أصل. لكن يا أخويا أعمل إيه؟ ما أنا حتى شايفة ظروفك أهو، ظروف ولاد المرحوم. ده غير بقى إن الوقت بيجري. وقت إيه اللي بيجري؟ بصراحة بقى هي عندها حق يا فريد، هو العمر فاضل فيه قد إيه؟ ترى يا رشيدة فتحتي ولادك في اللي انت ناوية تعمليه؟ اه انا اتكلمت مع لبنى وديتها فكرة كده بسيطة عن الموضوع، لكن كريم لسه، بس انا متأكدة انهم هيوافقوا. هو ايه اللي مخليك متأكدة انهم هيوافقوا؟ هو النفرض ما وافقوش. انا مش مستنية موافقتهم يا فريد، كفاية عمري اللي ضاع عليهم، وبعدين انا محرمتهمش من حاجة. بصراحة عندك حق، اللي انت عملتيه مع ولادك مفيش ام عملته مع ولادها. ده امر طبيعي تعمله اي ام مع ولادها، اي ام عاقلة ومتربية طبعا. انا شخصيا لما انفصلت عن جيهان عملت اللي انت عملتيه واكتر، ومع ذلك لما جيت ارتبط برانيا فتحت العيال الاول برغم انهم كانوا لسه اطفال صغيرين. يا سلام، يعني لو كانوا رافضوا ما كناش اتجوزنا يا فريد. انا اصلا ما فتحتكيش في الموضوع الا لما اتاكدت ان هم عايزينك اكتر مني. فتحي ولادك يا رشيد، فتحي ولادك، خدي رايهم، شوفي رايهم ايه. ده اولا، وثانيا ادينا فرصه برضو نسال عن الراجل اللي انت ناويه ترتبطي بيه، وبعدين يبقى يحلها ربنا. متهيألي ان انا كبيره كفايه واقدر احكم بشكل كويس على الراجل اللي هتجوزه اذا كان يصلح ولا لا. انا عارف يا رشيده ان انت كبيره، وعارف ان انت تقدري تحكمي، بس برضو اي ناس لازم يسالوا عن الراجل اللي هيخش عيلته. بعدين يا حبيبتي ده مش عشان احنا، ده ليكي انت. وانا مقتنعه بيه جدا، يا ريت تقعد معاه وبعدين تحكم. خلاص يا فريد، انت اقعد مع الاستاذ نشأت وتعرف عليه وبعد كده يبقى احكم. ها يا فريد، احدد لك ميعاد معاه واكلمك؟ حددي ميعاد واطلبيني، وربنا يقدم اللي فيه الخير، بس انا ابقى موجوده. بصراحه انا نفسي اشوف. لا، حددي الميعاد وانا اللي هقابله لوحدي، وربنا يعمل اللي فيه الخير.
ازيك يا منه؟ ازيك يا فريد؟ الحمد لله على السلامة. الواد فين؟ الواد جوه. فريد اهدى على الواد وخده بالسياسة، الواد لسه عيل صغير. اهدى. حاضر. عاصم، عاصم ازيك يا استاذ عاصم؟ عايز تعرف انا مين مش كده؟ ولا تحب تعرف انت مين؟ انت يا استاذ عاصم السبب في انك حطمت حياتي. ايوه انت اللي خليت اسره كان ممكن تكون أسعد أسرة في الدنيا لو كانت فضلت مع بعض ما شافتش طعم السعادة. ممكن أعرف حضرتك تبقى مين؟ أنا اسمي فريد يا أستاذ عاصم. فريد، معرفش إذا كانت الست والدتك حكيت لك عني ولا لأ، بس عموما أنا كنت جوز الست والدتك، وإنت كان ممكن تكون ابني في يوم من الأيام. معرفش كمان إذا كانت مامتك حكيت لك إن ليك إخوات بنات كبار ولا لأ. لأ. كنت متوقع كده برضو. طيب عموما يا عاصم يا ابني، أنا مش هسألك إنت إيه اللي وصلك للحالة الوحشة اللي إنت فيها دي، لأن أنا متوقع اللي حصل، بس أنا هطلب منك طلب واحد، طلب صغير. احنا دلوقتي هنرجع مع بعض لغاية النيابة، عايزك تدخل انت زي الراجل وتسلم نفسك بنفسك، وبعد كده هاخدك اوديك المصحة وحمضي على مسؤوليتي انك هتستمر في العلاج، تستمر في العلاج لغاية ما تخف وتبقى زي الفل. ها قلت ايه؟ محدش لدعوة بيا، انا مش هرجع المصحة تاني. لا هترجع. مش هرجع وههرب، محدش لحكم عليا. هترجع افهم، هترجع حتى لو اضطريت استعمل معاك العنف لاول مره في حياتي. محدش يقدر يحاسبني. انا هحاسبك. اسمع يا ولا، انا دلوقتي ما عنديش وقت، كل دقيقه بتعدي ليها تمن يا حمار. افهم افهم يا عاصم، امك دايره في الشوارع زي المجنونه عماله تدور عليك، لازم تبقى في المصحه قبل النهار ما يطلع. مش عايز ارجع هناك تاني. لازم ترجع، لازم ترجع يا عاصم علشان خاطر امك المسكينة. طب بلاش علشان خاطر امك، ترجع عشان خاطر نفسك انت. انت صحيح كنت جوز ماما؟ ايوه يا حبيبي. وانا ليه اخوات بنات؟ ايوه يا عاصم. هم يعرفوا ان انا اخوهم؟ لا هم ما يعرفوش، بس انا لو قلت لهم هيبقى نفسهم يشوفوك ويتعرفوا عليك. طبعا يا حبيبي مش معقول هجيب اخواتك البنات علشان يتعرفوا عليك وانت في الحالة الوحشة دي؟ معقول يا عاصم؟ معقول اقول لهم تعالوا شوفوا اخوكوا الراجل الكبير بيشرب مخدرات وله قضية في النيابة؟ انت ترضاها على نفسك؟ يبقى خلاص هتيجي معايا دلوقتي ونروح النيابة وبعدين نطلع على المصحة زي ما قلتلك، وأنا هبقى معاك ومش هسيبك ولا لحظة واحدة، بس ليا شرط واحد، أنا عايزك أنت من جواك تبقى عايز تتعالج وعايزك تساعدني. موافق يا عاصم؟ طب يلا يلا يا ابني. يلا ربنا معاك. شكرا يا منعم. تعال يا عاصم. الهني يا حبيبتي مش هوصيكي على بابي، خدي بالك منه، هدومه تروح اللاندري، اكله لازم يبقى مظبوط مفيهوش ملح كتير، وما تخليهوش ياكل حاجات
فيها سكر عالي، فاهمه يا حبيبتي؟ مامي انت مش بتقولي ان الحكايه كلها يومين وبس؟ افرضي يعني اتاخرت كام يوم، مش هبقى مطمنه عليكي انت وبابي يا حبيبتي؟ ما تخافيش علينا. ومامي الهام كمان عاوزاكي. في ايه؟ اتكلمي. يعني يا حبيبتي لو اتاخرت خليها تيجي تقعد معاكوا هنا، او انتي خدي بابي وروحوا اقعدوا معاها هناك لغايه اما ارجع من السفر. مامي مالك؟ ده طلب غريب قوي. معلش يا حبيبتي اسمعي كلامي وما تجيبيش سيره لبابي عن الكلام ده الا لما اسافر. ممكن؟ ممكن. انا جاهز. جاي الوقت اعزف. يلا بينا. لا معلش يا صبري، انا السواق مستنيني هو اللي هيوصلني. ايه الكلام ده؟ ما انا مفضي نفسي عشان اوصلك المطار. معلش يا صبري مش عايزه اودعك ولا اودع الهام، عايزه احس كاني رايحه مشوار وراجعه تاني. ما هي كلها كام يوم وهترجعي تاني، ولا انت ناويه تهربي مننا؟ عاجبك الكلام ده يا ست الهام؟ ارجوك يا صبري خدني على قد عقلي يا سيدي. الله يا بنتي ما انا فاضي اوصلك المطار، مش كفايه ان انا مش رايح معاكي؟ لو بتحبوني وافقوا. قلتوا ايه؟ استغفر الله العظيم. حاضر يا ستي انا شخصيا موافق، الدور الباقي على الست الهام. ايه رايك يا الهام؟ نفس الحكايه، هوافق وامري لله، بس وانت راجعه من المطار هجيب لك ولد. هو ده اللي انا عايزاه منك يا حبيبتي. يلا عشان انا لازم امشي، اتاخرت على ميعاد الطياره. اشوف الشكو بخير. ارجوك يا صبري خد بالك من نفسك ومن الهام الكبيره والهام الصغيره. خدي بالك انت من نفسك، ومن فضلك هتكلميني كل يوم ولا اقولك انا هكلمك؟ لا قصدي يعني انا اللي هكلمك، اصلا مش عارفه ظروفي هقدر ارد عليك ولا لا، فانا اللي هكلمك اطمنك عليا. اشوف الشكو بخير. لا اله الا الله محمد رسول الله. الهام انا اسفه يا منى، معلش كان عندي شغل مهم قوي. لا ولا يهمك حصل خير يعني الحقيقه، بس يعني هما كلمتين وهتوكل على الله على طول. يعني اتفضل قول. خير؟ فرح هاني ومريم بنت فريد يوم الخميس الجاي، وطبعا الفرح عمره ما هيكون فرح الا في وجود ام العريس. وانت برضو يرجيك يا منى ان ام العريس تتعزم زي الغرب. اللي انا اعرفه ان الولد قال لك وانت اللي رفضتي. الولد قال لي بعد ما انت وهو اخدتوا القرار، يعني انا وجودي زي عدمه. لا 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 الكلام ده مش مظبوط طبعا، انت وجودك مهم جدا للقاء، مهم جدا جنب ابنك في اهم لحظه في حياته، تبقى ام ماشيه جنب ابنها في زفته، ولما يبص لك يلاقي ابتسامتك على وشك ودمعتك جوه عينيكي من فرحتك. مش هقول لك بقى يلاقيكي بتصغرتي عشان انا عارف ان انت مالكيش في الحاجات البلدي دي. ترى هو اللي طلب منك انك تيجي تقابلني؟ لا لا خالص، انا جيت بخاطري وعلى فكره، انا جيت عشان كنت عايز اشوفك لانك وحشتيني. يا عبد المنعم اول مره اعرف انك بقيت مجامل قوي كده. بالعكس على فكره انا بتكلم جد. وانا هصدقك لاني عارفه انك ما بتعرفش تكذب، حتى لما كنت بتخبي كان بيبان عليك. طيب
انا هستأذن بقى عشان ما اطلبتيش اكتر من كده. منعم على فكرة انا خلصت كل شغلي ما وريش حاجة، يعني لو عايز تقعد نتكلم انا ما عنديش مانع. الحقيقة انا مش فاضي لاني عازم العريس والعروس على العشاء وبعض الاصدقاء، يعني رايحين نصرية نتعشى هناك لحمة راس. تحب تيجي معنا؟ لا روح انت عشان ما اعطلكوش. طيب بالنسبة للفرح هتيجي ولا ايه الظروف؟ مش عارفة يا منعم، هفكر وارد عليك. على كل حال براحتك، مع السلامة. منعم هو انت ليه ما جيتش تقابلني في البيت؟ مش عارف بس يعني حسيت انه هيبقى صعب عليا ادخل بيت بدل عمر ده كله. جايز اكون غلطان، جايز. على كل حال ما تزعليش، مع السلامة غلطان. خير يا فريد ما تتكلم. طيب اشرب المانجا ولا تحب اطلب لك عصير ليمون احسن؟ يا جدع انت عصير ليمون دي؟ انا شربت قهوه وشاي وليمون وبرتقال وادي مانجا. يا جدع اتكلم، ابوس ايدك، انا هجي لي مغص من كتر المشاريب. طيب بص يا صبري، باختصار كده انا عايز منك خدمه. خير، حط تحت امرك. عايز اجمع بيانات عن شخص. ايه خير؟ خير ان شاء الله، يعني مشروع نسب. نسب؟ نسب مين؟ فاطمه بنتك اتجوزت، مريم خلاص على وش جواز، مرت لسه صغيره، تبقى مين العروسه؟ العروسه يا سيدي تبقى رشيده اختي. رشيده، الف مبروك. يا ترى يبقى مين العريس؟ شخص كده اسمه نشأت وعنده شركة سياحة. عموماً الورقة دي فيها كل البيانات اللي قدرت أجمعها عنه. انت شفته يا فريد؟ قعدت معاه؟ لا انا مرضتش اقعد معاه، اجلت القعدة دي لغاية ما اقعد معاك انت الاول. طيب رشيدة رأيها ايه؟ اكيد كونت انطباع عنه. واكيد الانطباع ايجابي، وإلا ما كنتش أطلب منك الطلب اللي بطلبه دلوقتي. على كل حال كويس إنك ما استعجلتش بالموافقة وطلبت مني طلب زي ده. ليه يا صبري؟ تعرف حاجة أنا ما أعرفهاش؟ أعوذ بالله، ليه بتقول كده؟ ما أعرفش، بس أنت اديتني انطباع إنك عندك معلومات عن الشخص ده. أنت تعرف حد بالاسم ده يا صبري؟ بصراحة لا، الحكاية وما فيها كنت أنا ومنعم قاعدين في كازينو وشفنا رشيدة أختك قاعدة مع راجل، ولقيت منعم بيقول لي إن الراجل ده نصاب، نصب عليه مبلغ كبير لانه اشترى عربيه وخد العربيه وهرب وما سددش الباقي. بس بصراحه انا مش عارف اذا كان هو ولا لا. منعم ما قالكش الشخص ده بيشتغل ايه مثلا او اسمه ايه؟ للاسف ما اعرفش حاجه عنه. احنا اساسا كنا مترددين نقول لك ولا لا. موضوع مش عايز تردد يا صبري، طبعا كان لازم تقولوا لي. الموضوع اساسا ما فيهوش اي غرابه، ان لقينا رشيده قاعده مع راجل مش مشكله. المشكلة اللي أنا منعم عن الراجل ده. يبقى كان لازم أعرف يا صبري، خصوصاً إن اللفندي ده طلب منها مبلغ كبير علشان تدخل معاه شريكة في شركة السياحة بتاعته. معقول؟ بالسرعة دي؟ حتى من قبل ما تبقى مراته يطلب منها طلب زي ده؟ للأسف واضح إنه شخص ذكي قوي، هو وصلها إن هي تطلب الطلب ده بنفسها. يبقى خلاص يا فريد، ملهاش لازمة التحريات والجمايل من الناس. أنا رأيي ترفض. مش هقدر يا صبري، رشيدة متمسكة بيه، علشان كده أنا عايز يكون تحت إيدي دليل مادي إن الراجل ده طمعان فيه. ساعتها هقدر أقف قدامه وقدامها حتى لو أجبرتها إنها ما تتجوزوش. دليل إيه يا عم أنت؟ في أكتر من الكلام اللي قاله منعم عن الراجل ده. أيوة بس ما هو جايز منعم يقصد شخص تاني غير ده. جايز. على كل حال إديني 48 ساعة أجيب لك فيها البيانات كلها المطلوبة عنه. طيب إن شاء الله. طبعا يا صبري أنا مش محتاج أقول لك إن الموضوع ده مش لازم أي حد يعرفه، أي حد، وخصوصا عبد المنعم، أنت عارفه كويس. ده منعم كان هيعمل كارثة لولا إنه شاف رشيدة معاه فلم الدور ورجع تاني. بصراحة أنا أمنية حياتي إن رشيدة تتجوز.
البنت دي صعبانه عليا جدا، عاشت احلى سنين عمرها وحيده. وصعبانه عليا انا اكتر يا صبري، بس ده مش معناه ان انا ارميها الاول راجل يخبط على بابها. لازم يكون راجل محترم يخاف عليها ويعوضها عن اللي فات، ولا انا غلطان؟ لا مش غلطان، وربنا يتمم لها بخير. قول لها يومين واجيب لك الخبر اليقين. طب وحياتك يا صبري، ما تتاخر عليا اكتر من كده. انت عارف ان انا مشغول اليومين دول في جهاز مريم، علشان كده عايز احسم الموضوع ده باسرع ما يمكن، سواء بآه او بلا. فريد خطاب نشأة الكلاب. أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا. صلاح، شوف الأستاذ فريد يشرب. أنا هاخد قهوة مظبوط. وحضرتك أستاذ نشأة زي العادة؟ لا، أنا هاخد قهوة مع الأستاذ فريد. ماشي يا فندم. واضح ان حضرتك معروف هنا قوي يا استاذ نشأت. الحقيقه انا متعود اقعد هنا من زمان. الواحد ساعات بيرتبط بمكان معين بيستريح فيه، وانا بستريح هنا جدا. السيجاره حضرتك؟ لا متشكر، ما بدخنش. حطيت العلبه في جيبك تاني ليه يا استاذ نشأت؟ ممكن تولع سيجاره، انا مش بتضايق من الدخان. الحقيقه انا ما بدخنش يا استاذ فريد. حضرتك تقدر تقول ان انا بشيل العلبه نوع من انواع المجامله. اصل شغله السياحه دي زي السياسه بالظبط، ممكن صفقه تنجح بعزومه غدا، بفنجان قهوه، وساعات بسيجاره. منطق معقول جدا. ويا ترى ايه الصفقه اللي كنت ناوي تنجحها حضرتك معايا بالسيجاره دي؟ الحقيقه انا المره دي ما فكرتش كده. انا كان كل همي ان انا اقابل حضرتك واتعرف على حضرتك اكتر، وهشوف حضرتك بتدخن سجاير ولا لا. يا ترى هتفرق معاك؟ ساعات كتير بقدر احكم على اللي قدامي من تصرفات بسيطه. واضح ان حضرتك محترف، محترف تعامل مع الناس. شغلتنا علمتنا كده يا استاذ فريد. حضرتك مدرس تاريخ مش كده؟ مدرس تاريخ. اكيد رشيده حكيت لك على كل حاجه، وده اللي شجعني ان انا اقابل حضرتك. كلام رشيده عنك ما تصورش حضرتك هي بتحبك وبتحترمك قد ايه. رشيده اختي الصغيره، وفي مقام بنتي، امها توفت وهي لسه عيله، وانا تقريبا اللي ربيتها. ونعم التربيه يا استاذ فريد. علشان كده يا استاذ نشأت انا بخاف عليها جدا، وحريص جدا ان تجربتها الجديده ما يبقالهاش نفس مصير التجربه الاولى. رشيده اكيد حكيت لك انها كانت متجوزه قبل كده، وعندها كريم ولبنى. صدقني يا استاذ فريد، انا حريص على نجاح التجربه دي يمكن اكتر من حضرتك. انا لما شفت رشيده حسيت ان انا لقيت الانسانه اللي بدور عليها من زمان. فيها كل المواصفات اللي بيتمناها اي راجل في الانسانه اللي هيكمل معاها مشوار حياته. ياه، كل ده يا استاذ نشأت شفته من مقابله واحده؟ الحقيقه احنا اتقابلنا مرتين. وافرض برضه، يعني مش شايف ان ده حكم متسرع شويه، ولا انا غلطان؟ اسمح لي اقول لحضرتك انك غلطان في الحته دي، لان رشيده، اقصد مدام رشيده، عامله زي الكتاب المفتوح، تقدر تحس المعاني اللي جواه من غير اي مجهود. انا دلوقتي يا استاذ نشأت عرفت ليه رشيده معجبه بيك للدرجه دي. الحقيقه كلامك له طعم يخلي اي واحد يعجب بيه، وخصوصا انه طالع من القلب. عندك شك في كده يا استاذ فريد؟ اه مش قوي، يعني مش عارف. الحقيقه انا مش قادر احكم. انا ازعل جدا لو حضرتك شككت في كده. لا يا راجل، من غير زعل ولا حاجه. ما تاخدش في بالك. المهم طلباتك ايه يا استاذ نشأت؟ الحقيقه انا اللي جاي اسال السؤال ده، وانا تحت امركم من 1,000,000,000. يا للدرجات دي يا استاذ نشأت؟ انا ما صدقت لقيت الفرصه اللي بحلم بيها طول عمري، ولو فلتت مني هتبقى خسرتي فيها اكتر من اي فلوس.
واضح جدا انك متمسك بيها قوي اكتر من ما حضرتك تتصور. ها قلت ايه؟ الحقيقه يا استاذ نشأت انا مش هقدر ادي لك رد دلوقتي. خد وقتك للاخر وانا متاكد ان ردك هيكون في صالحي. وايه اللي مخليك متاكد كده؟ لان حضرتك اكتر واحد هيكون حاسس بيا وفاهم. مش كده؟ كده كده يا استاذ نشأت. اسف يا فريد، انا هتجوز نشأت يعني هتجوز نشأت. عن اذنكم رشيدة. حتى لو كان جوازك ده ضد رغبتي؟ انا ما اقصدش، اسف. طب اعقلي يا رشيده وما تتسرعيش، ما تخليش اندفاعك يخسرك ويخسرنا حاجات كتير. ايه ده عمتي رشيده؟ ما صدقتش نفسي لما سمعت صوتك وحشتيني. ازيكم يا حبايبي؟ ازيك يا فاطمه؟ عاملين ايه يا بنات؟ عايزه اوريكي الحاجات اللي انا جبتها. معلش يا حبيبتي، اطلعي انت وانا هاجي وراكي. مالك يا عمتي؟ لا ابدا مفيش حاجه، اما انا جبت شويه حاجات فساتين وقمصان نوم وقراب تجنن. مريم خدي اختك فاطمه واطلعوا فوق دلوقتي، عمتك هتبقى تحصلكم. انا بتكلم معاها في موضوع. تعالي يا فاطمه. رشيده يا اختي، انا اكتر واحد في الدنيا مقدر الظروف اللي انت فيها، وانا اكتر واحد في الدنيا برضو يتمنى يشوفك سعيده. لو كلامك ده صحيح ما كنتش قلت كده. يعني اكذب اضحك على نفسي يا رشيده ولا جاملك؟ بقولك انا شخصيا ما استريحتلوش. ليه يا فريد؟ ماله؟ مش زينا، مش صريح، مش دغري، بيلف ويدور في الكلام. من الاخر كده يا حبيبتي الراجل ده طمعان في القرشين اللي حلتي. وافرد افرض يا اخي، عديها عشان خاطري انا، عديها. يعني انت كمان حاسه انه طمعان فيكي ومع ذلك موافقه تتجوزيه؟ ايوه يا فريد موافقه. عارف موافقه ليه؟ عشان خلاص زهقت وتعبت من الوحده، زهقت من القعده جنب التليفون وهو ما بيرنش ولا في حد بيسأل على خطر. زهقت وانا قاعدة في مكان ونايمة في مكان واصحى برضو وانا مكان وجنب التليفون وبرضو ما بيرنش. فريد انا لما اتطلقت محدش فيكم وقف جنبي ولا قال لا. لا لا افتكري كويس، انا اكتر واحد كنت واقف جنبك وكنت رافض. انت اللي ما قدرتيش تساعدي نفسك وتقولي لا، ويوم ما اقول اه ما تقفشي جنبي. خلاص بقى يا رشيده، عشان خاطري انا يا حبيبتي ما تعمليش في نفسك كده. فريد ما يقصدش اللي قاله. لا يا رانيا، فريد يقصد كل كلمه بيقولها. فريد ما بيخرجش كلمه من بقه لو هو وزنها كويس قوي. ده اخويا وانا عارفاه. ما تعملي لنا حاجه نشربها يا رانيا، اعملي ليمون. لا مش عايزه حاجه يا فريد، انا همشي. والبنات اللي مستنيينك فوق دول هيزعلوا قوي لو مشيتي من غير ما تشوفي الحاجات اللي جابتها ماريا دي. مش مصدقه انها تبقى عروسه. ربنا يساعدها ويسعدك انت كمان ان شاء الله يا رب. خلاص يا رشيده خلاص، يومين ثلاثه كده يا حبيبتي وهتلاقيني انا اللي بتصل بيك ان شاء الله، وربنا يعمل اللي فيه الخير. انا بس كل اللي انا عايزه انك ما تتسرعيش وتاخدي قرار خطأ. يعني خلينا نفكر مع بعض تاني. واعرفي يا حبيبتي ان انا على قد ما نفسي اشوفك في حضن راجل، بس كمان نفسي ابقى مطمن عليكي معاه. طب اعمل ايه اذا كان حظي في المرتين كده؟ وعلى فكره بقى نشأت مش وحش قوي كده زي ما انت شايف. رانيا خدي رشيدة
واطلعوا بقى للبنات شوفي الحاجات اللي جابتها مريم، واعملي حسابك انها هتتعشى معانا النهارده. لا هتبات معانا النهارده، تبات في اوضه فاطمه، مش جوزها برضه هيجي ياخدها؟ طب يلا يلا مستنيين ايه؟ معلومات تودي السجن، بس انت اتأكدت ان الراجل ده هو اللي كان قاعد مع رشيدة؟ للأسف ايوه، انا شفت صورته في الملف بتاعه اللي عند رئيس المباحث، لانه عليه كذا قضية نصب. للأسف طلع هو. قولي ناوي تعمل ايه؟ ايادي فيها عمل يا صبري، لازم هواجهه طبعا، وفي وجودها كمان. لا طبعا انا مش موافق تواجهه لوحدك، انما في وجودها ده اللي انا مش موافق عليه. بالعكس يا صبري، هي دي الطريقه الوحيده اللي هقدر اقنع بيها رشيده، لازم تكون موجوده علشان تصدق كل كلمه هقولها عنه. يا فريد انا خايف عليها، ممكن القعده دي يبقى لها تاثير عكس عليها، يخليها تعمل حاجه كده ولا كده. انا خايف تاذي نفسها. انا هبقى حريص عليها في الفتره اللي جايه دي، هخليها تيجي تقعد معانا في البيت. تصور يا صبري، تصور انها بتطلب مني انها تاخد نصيبها في الميراث وتبيعه علشان تقدر تخش شريكه معاه في شركته. يا سلام، للدرجه دي متمسكه بيه؟ واكتر كمان يا صبري. بس هقول ايه، معذور، انا اصلي لما قعدت معاه اكتشفت قد ايه الراجل ده والعبان، وعنده قدره غريبه انه يخرج من اي موقف. عنده قدره على الكلام، وعنده 100 اجابه على اي سؤال. ما هي دي بقى الموهبة اللي بيضحك بيها النصاب على ضحيته، بينيم الضحية كأنه بينيمها تنويم مغناطيسي. وطبعا رشيدة اختك ما خدتش في ايده غلوة. المهم دلوقتي عبد المنعم مش عارف يعمل حاجة، مش قادر يتصرف عشان رشيدة اختك. وبعدين ما تنساش الراجل واخد منه مبلغ كبير. وحكيت حاجة المنعم يا صبري؟ لا طبعا ما كلمتوش، بس عبد المنعم مخلي واحد ماشي وراه ليل ونهار لحد ما عرف عنوانه عشان ما يهربش منه تاني. واضح انه نصاب محترف. انت شفت اخر صفحه في التقرير اللي جبتهولي ده؟ قصدك على ايه؟ قصدي على انه طلع متجوز.